السائلة معها عين من المزاحمية تقول: رجل على لسانه اللعن والشتم دائما لمن حوله ولو لم يغضب، فما حكم التعامل معه وهل يجوز تركه وهجرانه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. التعامل معه بالبيع والشراء والمعاملات المباحة لا بأس به، وإن كان سيء النطق متفحشا في الكلام يجب فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل حتى يتوب، لكن التعامل معه في المعاملات المباحة من بيع وشراء ونحو ذلك لا بأس به.